من أجل أمن الوطن وحمايته من براثن المخدرات، شرطة دبي تضرب أوكار عصابة دولية وتحبط مخططاتها الإجرامية وتكشف النقاب عن طريقتها السرية في تهريب السموم. استوكر أكبر عملية ضبط لكميات مخدرات على مستوى الدولة. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تتلقى معلومات سرية عن تورط أفراد عصابة بالاتجار بالمخدرات. على الفور شكلت الإدارة فريق عمل DXB24 ضمن مجموعتي عمل للبحث والتحري. رصدت المجموعة الأولى تحرك 3 من أفراد العصابة المشتبه فيهم للقيام بعملية تبادل حقيبة تثير الريبة. جرت العملية تحت أنظار المجموعة التي سارعت إلى ضبط الشخص المستلم للحقيبة. في الوقت ذاته تابعت المجموعة الرجلين اللذين سلما الحقيبة إلى أن شاهدت خروجهما من أحد المباني حاملين حقيبة للمرة الثانية، وفي أثناء تسليم الحقيبة ألقي القبض على حامليها والرجل المستلم الجديد وعثرت فيها على مواد مخدرة. بعد ضبط الرجلين متلبسين بالجرم المشهود كشفا عن مخابئهما السرية، مستودعات وأماكن تخزين في أكثر من مكان على مستوى الدولة. في المستودعات كشف فريق DXB24 النقاب عن الطريقة السرية لتهريب المخدرات بكميات ضخمة والتي كانت مخفية بطريقة حرفية داخل قطع غيار السيارات. ضبط الفريق 118 كيلوغراما من المخدرات قيمتها السوقية 120 مليون درهم، تزامناً مع الإنجاز النوعي للمجموعة الأولى من فريق عمل DXB24، تمكنت المجموعة الثانية من تتبع مصدر قطع الغيار إلى أن قاد الخيوط إلى ورشة في منطقة صناعية. بعد جهود التحري الدقيق وضع فريق العمل الورشة وكافة العاملين فيها تحت الرقابة اللصيقة. تجارة وهمية في قطع الغيار لكن ببصمات عصابة دولية. بدأت مجموعة مكافحة المخدرات تعد خطة المداهمة السريعة وشديدة الحساسية، وفي ثوان معدودة أطاحت برجال العصابة واحداً تلو الآخر أمام أعين أفراد العصابة المذهولين. كان رجال الشرطة يفكون قطاع غيار السيارات ليكشفوا عن محتوياتها. مئتي وسبعة وأربعين كيلوغراماً قيمتها السوقية 158 مليوناً وخمسون ألف درهم كانت مخفية في قطاع غيار السيارات. عملية استوكر أكبر عملية ضبط لكميات مخدرات على مستوى الدولة. بيد من حديد عصابة الاتجار لتقود أفرادها لنهاية مظلمة تساهم في إنارة وحماية مجتمعنا وأبنائنا.